باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله والشركة الروح القدس معكم جميعا. ومع روحك أيضا. أيها الإخوة الأحباء، منذ بدء الزمن الأربعيني أخذنا نعد قلوبنا بالتوبة وأعمال المحبة، وها قد اجتمعنا اليوم لنباشر الاحتفال مع الكنيسة جمعاء بسر المسيح الفصحي. لقد أتى الرب أورشليم ليتم ذلك السر بآلامه وقيامته، ونحن إذ نذكر في إيمان وخشوع دخوله هذا لمدينته المقدسة، فلنرافقه في طريقه كي ننال نصيبا من نعمة صليبه فنفوز بالقيامة والحياة الأبدية. أيها الإله الأزل القدير، قدس ببركتك هذه الأغصان، واعطنا نحن الذين نسير على خطوات المسيح ملكنا مبتهجين أن نبلغ معه أورشليم الأبدية، هو الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم. ومع روحك أيضا. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب. في ذلك الزمان تقدم يسوع صاعدا إلى أورشليم، ولما قرب من بيت فاجه وبيت عنيا عند الجبل الذي يقال له جبل الزيتون، أرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى القرية تجاهكما، تجدا عندما تدخلانها جحشا مربوطا ما ركبه أحد قط، فحلا رباطه وأتيا به، فإن سألكما سائل لما تحلان رباطه فقولا السيد محتاج إليه. فذهب الرسولان فوجدا كما قال لهما، وبينما هما يحلان رباط الجحش قال لهما أصحابه: لما تحلان رباط الجحش؟ فقالا: السيد محتاج إليه. فجاءا بالجحش إلى يسوع ووضعا رداهيهما عليه وأركبا يسوع، فسارا والناس يبسطون أرديتهم على الطريق. ولما قربا من منحدر جبل الزيتون أخذ جماعة التلاميذ وقد استولى عليهم الفرح يسبحون الله بأعلى أعلى أصواتهم على ما شاهدوا من معجزات، فكانوا يقولون: تبارك الملك الآتي باسم الرب، السلام في السماء والمجد في العلا. فقال له بعض الفريسيين الذين كانوا في الجمع: يا معلم، انتهر تلاميذك. فأجاب: أقول لكم لو سكت هؤلاء لهتفت الحجارة. كلام الرب. التسبيح أيها الإخوة الأحباء، لنقتدين بالجموع التي خرجت للقاء يسوع وهتفت به، ولننطلق بسلام. سبحي إلهك يا صيام.
كلمته لياقوب رسمه واحكامه
قائلين هوشانا
لنصلي. أيها الإله الأزلي القدير، يا من أردت أن يتخذ مخلصنا جسدا ويمضي في الطاعة حتى الصليب كي تجعل منه قدوة للجنس البشري في التواضع، أعطنا أن نجعل نصب أعيننا
ما يعلمنا في آلامه المقدسة وأن نحظى بمشاركته في مجد القيامة. هو الإله الحي الملك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. جلوس. القراءة الأولى: لم أستر وجهي عن التعييرات والبسط وأنا عالم بأني لا أخزى. قراءة من سفر أشعيا النبي: قد آتاني السيد الرب لسان العلماء لأعرف أن أغيث المعيي بالكلمة، إنه ينبه أذني صباحا فصباحا لأسمع كالعلماء. السيد الرب قد فتح أذني فلم أعاصي ولا رجعت إلى الوراء، بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين ولم أستر وجهي عن التعييرات والبسق. السيد الرب ينصرني، لذلك لم أخجل، ولذلك جعلت وجهي كالصوان وأنا عالم بأني لا أخزى. كلام الرب. المزمور اللازمة: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ إلهي إلهي لماذا تركتني؟ كل الذين يبصرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاة ويهزون الرؤوس. فوض إلى الرب أمره فلينجه لينقذه، إنه راض عنه. إلهي إلهي لماذا تركتني؟ قد أحاطت بي كلاب، زمرة من الأشرار أحدقت بي، ثقبوا يدي ورجلي، إني أعد عظامي كلها. إلهي إلهي لماذا تركتني؟ يقتسمون ثيابي بينهم وعلى ردائي يقترعون، وأنت يا رب لا تتباعد، يا قوتي أسرع إلى نصرتي. إلهي إلهي لماذا تركتني؟ سأبشر باسمك إخوتي، في وسط الجماعة أسبحك. يا أتقياء الرب سبحوه، يا ذرية يعقوب مجدوه. إلهي إلهي لماذا تركتني؟ القراءة الثانية: وضع نفسه لذلك رفعه الله. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيلبي. أيها الإخوة، إن المسيح يسوع مع إنه في صورة الله لم يعد مساواته لله غنيمة، بل تجرد من ذاته متخذاً صورة العبد وصار على مثال البشر، وظهر بمظهر الإنسان فوضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله فوق كل شيء ووهب له الاسم الذي يفوق جميع الأسماء، كيما تجثو لاسم يسوع كل ركبة في السماء وفي الأرض وفي الجحيم، ويشهد كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب، تمجيداً لله الآب. كلام الرب. الشكر لله. من أجلنا
حتى الموت موت الصليب، لذلك رفعه الله ووهب له الاسم الذي يفوق جميع الأسماء. آلام ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الإنجيلي البشير. في ذلك الزمان خرج يسوع مع تلاميذه فعبر وادي قدرون، ودخل هو وتلاميذه بستانا هناك، وكان يهوذا الذي أسلم يعرف ذاك المكان لكثرة ما اجتمع فيه يسوع وتلاميذه. فجاء يهوذا بالسرية والحرس الذين بعثهم الأحبار والفريسيون حتى بلغ ذلك المكان، وكانوا يحملون المصابيح والمشاعل والسلاح. فتقدم يسوع وهو يعلم جميع ما سيحدث له وقال لهم: من تطلبون؟ فأجابوه: يسوع الناصري. قال لهم: أنا هو. وكان يهوذا الذي أسلمه واقفاً معهم، فلما قال لهم أنا هو رجعوا القهقرة ووقعوا إلى الأرض. فسألهم يسوع ثانية: من تطلبون؟ قالوا: يسوع الناصري. فأجاب يسوع: قلت لكم إني أنا هو، فإذا كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون. فتمت الكلمة التي قالها آنفاً: لم أدع أحداً من الذين وهبتهم لي يهلك. وكان سمعان بطرس يتقلد سيفاً، فاستله وضرب عبد عظيم الأحبار وقطع أذنه اليمنى، وكان اسم العبد ملخص. فقال يسوع لبطرس: أغمد السيف، أفلا أشرب الكأس التي جعلها لي أبي؟ فقبضت السرية والقائد وحرس اليهود على يسوع وأوثقوه وساقوه أولاً إلى حنان، وهو حمو قيافة عظيم الأحبار في تلك السنة. وقيافة هو الذي أشار على اليهود فقال: إن موت رجل واحد فدى الشعب خير لكم. وتبع يسوع سمعان بطرس وتلميذ آخر يعرفه عظيم الأحبار، فدخل دار عظيم الأحبار مع يسوع، أما بطرس فوقف على الباب في ظاهره. وخرج التلميذ الآخر الذي يعرفه عظيم الأحبار فكلم البوابة وأدخل بطرس. فقالت البوابة لبطرس: ألست أنت أيضاً من تلاميذ هذا الرجل؟ فأجابها: لست منهم. وأوقد العبيد والحرس ناراً لشدة البرد، وأخذوا يستدفئون، ووقف بطرس يستدفئ معهم. فسأل عظيم الأحبار يسوع عن تلاميذه وتعليمه، فأجابه يسوع: كلمت العالم علانية، وعلمت دائما في المجمع والهيكل حيث يجتمع اليهود كلهم، ولم أقل شيئا في الخفية، فلماذا تسألني؟ سل الذين سمعوني عما كلمتهم به، فهم يعرفون ما قلت. فلما قال هذا الكلام لطمه حرسي كان بجانبه وقال له: أهكذا تجيب عظيم الأحبار؟ فأجابه يسوع: إن كنت أسأت في الكلام فقل لي أين الإساءة، وإن كنت أحسنت في الكلام فلماذا تضربني؟ فأرسل به حنان موثقاً إلى قيافة عظيم الأحبار. وكان سمعان بطرس لم يزل هناك يستدفئ، فقالوا له: ألست أنت أيضاً من تلاميذه؟ فأنكر قال: لست منهم. فقال عبد من عبيد الأحبار من عظيم الأحبار وكان نسيباً للرجل الذي قطع بطرس أذنه:
أما رأيتك معه في البستان؟ فأنكر أيضاً وعند إذن صاح الديك. وذهبوا بيسوع من عند قيافة إلى دار الحاكم، وكان ذلك في الصباح. فلم يدخلوا دار الحاكم مخافة أن يتنجسوا فلا يتمكنوا من أكل عشاء الفصح. فخرج إليهم بيلاطس وقال: بماذا تتهمون هذا الرجل؟ فأجابوه: لو لم يكن مجرماً لما أسلمناه إليك. فقال لهم بيلاطس: خذوه أنتم فحاكموه كما تقضي شريعتكم. فأجابه اليهود: لا يحق لنا أن نقتل أحداً. حدث ذلك ليتم ما قال يسوع يشير إلى الميتة التي يموتها. فعاد بيلاطس إلى دار الحكومة، ثم دعا يسوع وقال له: أأنت ملك اليهود؟ أجاب يسوع: أتقول هذا من عندك أم قاله لك في آخرون؟ فقال بيلاطس: فأنا يهودي؟ إن أمتك والأحبارك أسلموك إلي، فماذا فعلت؟ أجاب يسوع: إن مملكتي ليست من هذا العالم، ولو كانت مملكتي من هذا العالم لدفع عني رجالي كي لا أسلم إلى اليهود، لكن مملكتي ليست منها هنا. فقال له بيلاطس: فأنت ملك إذن؟ أجاب يسوع: أنت قلت أنا ملك، إني لهذا ولدت ولهذا أتيت العالم لأشهد للحق، فمن كان من أبناء الحق يصغي إلى صوتي. فقال له بيلاطس: ما هو الحق؟ وبعدما قال ذلك خرج ثانيا إلى اليهود وقال لهم: لم أجد سببا لتجريمه، وقد جرت العادة عندكم أن أطلق لكم سجينا في الفصح، أتريدون أن أطلق ملك اليهود؟ فعادوا إلى الصياح: لا تطلق هذا بل برأبا. وكان برأبا لصا. فأمر بيلاطس بأن يؤخذ يسوع ويجلد، ثم ظفر الجنود إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وألبسوه رداء أرجوانيا، وأخذوا يدنون منه فيقولون وهم يلطمونه: السلام عليك يا ملك اليهود. ثم خرج بيلاطس وقال لهم: سأخرجه إليكم لتعلموا أني لم أجد سببا لتجريمه. فخرج يسوع وعليه إكليل الشوك والرداء الأرجواني، فقال لهم: هو ذا الرجل. فلما رآه الأحبار والحرس صاحوا: اصلبه اصلبه. فقال لهم بيلاطس: خذوه أنتم فاصلبوه، فإني لم أجد سبباً لتجريمه. فأجابه اليهود: إن لنا شريعة، وهذه الشريعة تقضي عليه بالموت لزعمه أنه ابن الله. فلما سمع بيلاطس هذا الكلام اشتد خوفه، فدخل دار الحكومة وقال ليسوع: من أين أنت؟ فلم يجب يسوع بشيء. فقال له بيلاطس: ألا تكلمني؟ أفلست تعلم أن لي سلطاناً على أن أخلي سبيلك وسلطاناً على أن أصلبك؟ فأجابه يسوع: لو لم تعط السلطان من علو لما كان لك علي من سلطان، فالذي أسلمني إليك اقترف خطيئة أكبر من خطيئتك. فحاول بيلاطس عندئذ أن يخلي سبيله، ولكن اليهود صاحوا: إن أخليت سبيله فلست من أصدقاء قيصر، لأن من يدعي الملك يعد خارجا عن قيصر. فلما سمع بيلاطس هذا الكلام أمر بإخراج يسوع، وجلس على كرسي القضاء في موضع يسمى البلاط، ويقال له بالعبرية غباثة. وكان ذلك اليوم يوم تهيئة الفصح، والساعة نحو السادسة. فقال لليهود: ها هو ذا ملككم. فصاحوا: اقتله اقتله اصلبه. قال لهم بيلاطس: أأصلب ملككم؟ فأجاب الأحبار: لا ملك علينا إلا قيصر. فأسلمه إليهم ليصلب. فساروا بيسوع فحمل صليبه، وخرج إلى المكان الذي يدعى الجمجمة ويقال له بالعبرية جلجثة، فصلبوه فيه،
وصلبوا معه رجلين، كل منهما في جهة وبينهما يسوع، وجعل بيلاطس على الصليب رقعة مكتوبا فيها: يسوع الناصري ملك اليهود. فقرأ كثير من اليهود ما كتب في هذه الرقعة، لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة، وكانت الكتابة بالعبرية واللاتينية واليونانية. فقال أحبار اليهود لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود، بل اكتب قال هذا الرجل إني ملك اليهود. فأجاب بيلاطس: ما كتب قد كتب. ولما صلب الجنود يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أنصباء لكل جندي نصيب، وأخذوا القميص أيضا وكان غير مخيط منسوجا كله من أعلاه إلى أسفله. فقال بعضهم لبعض: لا ينبغي أن نشقه، بل نقترع عليه فنرى لمن يكون. فتمت الآية: اقتسموا ثيابي وعلى قميص اقترعوا. فهذا ما فعله الجنود. هناك عند صليب يسوع وقفت أمه وأخت أمه مريم امرأة كلوبة ومريم المجدلية. فرأى يسوع أمه وإلى جانبها التلميذ الحبيب إليه، فقال لأمه: أيتها المرأة، هذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هذه أمك. فأخذها إلى بيته من تلك الساعة. وكان يسوع يعلم أن كل شيء قد تم، فقال بعد ذلك ليتم الكتاب: أنا عطشان. وكان هناك إناء ملئ خلاً، فوضعوا إسفنجة مبتلة بالخل على قضيب من الزوفة وأدنوها من فيه. فلما ذاق يسوع الخل قال: تم كل شيء. ثم حنى رأسه ولفظ الروح. لنسجد للسيد المسيح الذي مات من أجلنا. ركوع للي بيستطيع الركوع. وكان ذلك اليوم يوم التهيئة، فسأل اليهود بيلاطس أن تكسر سوقهم وتنزل جثثهم لئلا تبقى على الصليب يوم السبت، لأن ذاك السبت يوم مكرم. فجاء الجنود فكسروا ساقي الأول والآخر اللذين صلبا معه، أما يسوع فلم يكسروا ساقيه، لأنهم لما وصلوا إليه رأوه قد مات. فطعنه أحد الجنود بحربة في جنبه، فخرج على أثرها دم وماء، يشهد بذلك ذاك الذي رأى وشهادته صحيحة، ويعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا مثله. وحدث هذا لتتم الآية: لن يكسر له عظم. وجاء في آية أخرى: سينظرون إلى من طعنوا. كلام الرب. التسبيح لك أيها جلوس. شاركني في هذه الذبيحة الإلهية. قدس الأب حنا كلداني النائب البطريركي، في هاي السنة وجب علينا أن نبدأ هذا الاحتفال بقول شكراً يا الله. إلنا سنتين كنا نجتمع هاي الجمعة، فإذا اجتمعنا في بيت ربنا، وبعرف اللي برا بسمعني، حتى نحكي له شكراً وليس حتى نثرثر ونتكلم. فإذا نشكر الله على هاي النعمة إنه وباء الكورونا ولا، وإن شاء الله بدون رجعة إن شاء الله. لأول مرة في تاريخ هذه الكنيسة منذ تأسيسها استغنينا عن الكتب، صار عندنا شاشة.
أستغل المناسبة لأشكر من ساهم في تحقيق ما عملناه هنا لأمنا مريم البتول أولاً ولهي الشاشة. تفضل أبونا. أخي وصديق الحبيب أبونا أنطون الشمامسي والخدام الأحباء كل فعاليات الرعية أبناء الرعية الكرام، ليبارككم جميعا الرب يسوع بألامه وموته وقيامته. تقدم يسوع صاعدا إلى أورشليم ليدخل دخول الملوك، وهناك هتفوا له، فرشوا له الطرق، لوحوا له بأغصان الزيتون، ولكن فيما بعد الغالبية العظمى خانت، صلبت، نادت بصلبه وبتعذيبه. أما أنت أيها المسيحي فالمسيح يصعد إليك اليوم هنا في هذه الرعية كما صعد إلى أورشليم، يصعد إلى بيتك، يصعد إلى قلبك، يصعد إلى عائلتك. وعندما وصل إلى أورشليم قال المسيح للرسل أن يحضروا له جحشة، فقولا السيد محتاج إليه. الطبيعة شاركت في هذا الأسبوع المقدس، حتى الحيوان السيد محتاج إليه، فإذا كان محتاجا للجحش ليركب عليه فهو بحاجتي أنا كمؤمن وإنسان عاقل حتى أصل إلى الخلاص، أصل إلى الرب يسوع، أصل إلى المحبة. في هذا اليوم افتح بابك للمسيح، افتح قلبك للمسيح، افتح أسرتك للمسيح، اقرأ الصلوات، اقرأ إنجيل الآلام الذي تلي عليكم على نفسك وعلى أولادك. كن في بيتك كالرسول، كن في بيتك كالرسل المبشرين بخلاص العالم، بشر أولادك وبناتك بالخلاص الذي أتى بهم المسيح. حول هذا الأسبوع المقدس إلى كنيسة بيتية، بالصلاة، بالترنيم، بالحسنة، بإخراج الصدقة إلى الفقراء، بالصوم. تعال إلى الكنيسة ليس فقط في هذا اليوم، فرغ نفسك للعبادة وللتسبيح، وأتي كما قال لكم أبونا أنطون باحتشام. الاحتشام هو تعبير عن الطاعة للرب، حتى بالنسبة للسيدات المفاضلات المحترمات، وضع المنديل الأسود على الرأس وإشارة إلى طاعة الله، ورمز من رموز الكنيسة القديمة هو إشعار بأنني تحت طاعة الله. أيها الإخوة والأخوات، من قبض على يد العذراء لم يخن المسيح. الأم البتول والرسل كانوا أمناء للمسيح، فأنت كمسيحي ضع يدك بيد العذراء ولا تخن المسيح، ولا تصلبه بخطاياك، ولا تصلبه بالشتائم. قالوا للمسيح: تبارك الملك الآتي باسم الرب، فليكن كلامك في هذا الأسبوع وفي كل الأيام كلام بركة ونعمة. وابتعد، ابتعد عن الكلام الضعيف، الكلام المؤذي، عن كلام الشتيمة، عن كلام الحلفان، لتمجد الرب يسوع. في هذا الأيام ادخل أنت وأسرتك في عمق سر الخلاص الذي عبر عنه القديس بولس في القراءة التي سمعناها إلى فيلبي. إن المسيح يسوع مع أنه في صورة الله، في صورة الله معنى الآب والابن والروح القدس متساوون في الجوهر، في إله واحد التوحيد والتثليث، لم يعد مساواته لله غنيمة، مساواة الابن والآب، لأن الآب والابن والروح القدس من طبيعة إلهية واحدة، بل تجرد عن ذاته، تجرد عن ذاته ومتخذاً صورة العبد وصار مثال البشر. وأنت في هذا الأسبوع مع المسيح تجرد عن ذاتك، عن أنانيتك، عن بشريتك، وظهر بمظهر الإنسان
فوضع نفسه وأطاع حتى الموت على الصليب. عش في هذا الأسبوع هذه الطاعة إلى الرب، هذه الطاعة إلى الرب يسوع، لكي ترفع مع المسيح في القيامة. لذلك يقول مار بولس: رفعه الله ووهب له الاسم الذي يفوق جميع الأسماء، لكي ما تجسو لاسم يسوع كل ركبة في السماء والأرض وفي الجحيم. فاجعل ركبتك في هذا الأسبوع تجسو في الكنيسة وفي البيت أمام ألام المسيح، مصلياً مستغفراً نادماً. وكما قلت لكم، من أمسك بيد العذراء لا يخيب، العذراء الأم المتألمة التي وقفت إلى جانب الصليب وقال لها المسيح: هو ذا ابنك، وقال ليوحنا: هذه أمك. فخذ مريم العذراء إلى بيتك ولتكن مثالاً وقدوة لك في حبك للمسيح. آمين. نؤمن بإله واحد، علينا أيها الإخوة الأحباء أن نصلي في كل حين، وأن نصلي بسهر وثبات أعظمين مع المسيح في أيام الزمن الأربعيني هذا. لأجل الشعب المسيحي كافة أن يتغذى في هذا الوقت المقدس بكل كلمة تخرج من فم الله. إلى الرب نطلب استجب يا رب. لأجل العالم أجمع أن يحافظ على الاطمئنان والسلام، فتكون أيامنا وقتاً مقبولاً للنعمة والخلاص. إلى الرب نطلب استجب يا رب. لأجل الخطأة والفاترين أن يرجعوا إلى الله في زمن التوبة هذا. إلى الرب نطلب استجب يا رب. لأجلنا نحن الحاضرين هنا أن يثير الله في قلوبنا كرهاً لخطايانا. إلى الرب نطلب استجب يا رب. لحظة سكوت لنصلي لأجل السلام في العالم أجمع، لنصلي من أجل بلدنا الأردن، لنصلي لأجل سيد هذا البلد جلالة مليكنا عبد الله الثاني بن الحسين حماه الله، طالبين له منه تعالى موفور الصحة والسلامة، وطالبين منه أيضاً منه تعالى
أن يمنحه الحكمة السماوية ليقود دوماً البلاد نحو المزيد من المحبة والأخوة والازدهار. إلى الرب نطلب. نصلي لأجل عائلاتنا، شبابنا، صبيانا، أولادنا، بناتنا. نصلي لأجل جميع الموجودين والغايبين. نطلب من رب المجد أن يمنحهم التوفيق والصحة. نصلي لأجل مرضانا طالبين إلهم الشفاء. نصلي لأجل موتانا طالبين لهم الراحة الأبدية. إلى الرب نطلب. ولنرفع العيون للأم البتول ونقول: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بالنساء، مباركة ثمرة بطنك يسوع. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. مع بداية شهر 6 وسنعلمكم بذلك، سنرجع كما كنا في السابق كل يوم 3 الساعة 9 مساء نجتمع في باحة الكنيسة لصلاة الوردية، السبحة الوردية. لماذا اخترنا يوم الثلاثاء؟ لأنه مش متعودين نصلي نيجي على الكنيسة يوم الثلاثاء. لماذا اخترنا الساعة 9 مساء؟ لأنه مش متعودين نيجي ونصلي الساعة 9. معنى الكلام اللي بيجي معناته بحب العذراء، ولكرمال خاطر العذراء بيجي حتى يصلي السبحة الوردية. سنعلمكم في حينه عن التوقيت 100%، أي يوم أي تاريخ سنبدأ من شهر حزيران القادم. لنصلي. نسألك يا رب أن يرتد شعبك إليك بكل قلبه، فيحصل من رحمتك على ما يجسر ويطلبه إليك في صلاته بالمسيح ربنا. لطفا جلوس. Oh.
صلوا أيها الإخوة إلى الله الأب القدير ليقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. لتقرب رحمتك منا يا رب آلام ابنك الوحيد، فإن لسنا بسبب خطايانا أهلا للغفران، إلا أن نأمل أننا له منك بهذه الذبيحة الفريدة بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا. إنه البار الذي تألم من أجل الأثمة وحكم عليه بالموت ظلما من أجل الخاطئين، هو الذي محى بموته زلاتنا وبقيامته استحق لنا البر والقداسة. وإننا مع جميع ملائكة العلا بحمدك يا رب نسبح في فرح وسرور هاتفين. إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تبيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. لذلك فيما نحيي ذكرى آلام موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اذكر اللهم كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها وبلغها كمال المحبة مع البابا فرانسيس
وبطريركنا بيير بابتيزا وأسقف عمال المنتخب النائب البطريرك الأب جمال وسائر الإكليروس. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. نذكر أمواتنا في هذا القداس. وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، ومع القديس يوسف ومار شربل والأبيو ومارث للأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. وإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعاليمه الإلهي نجسر فنقول: نجنا يا رب من جميع الشرور والأمراض والأوبئة، تعطف ومنح السلام والاستقرار في العالم، أعضدنا برحمتك واحفظنا من كل خطيئة لنأمن كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وامنحها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك أبد الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك أيضا. في المحبة والفرح لنتبادل سلام المسيح. سلام. هذا هو حمل الله، هذا هو حامل خطايا العالم، طوبى المدعوين إلى وليمة الحمل. يا رب لا تسمعكم من تلك الأرض الصحيح، ولكن كل كلمة عامة تنتهي.
بالنسبة للمناولين، لهؤلاء الموجودين داخل القاعة من المؤمنين الكرام، الرجاء أن يبقوا في أماكنهم. كهنة اثنين رايحين يجوا على القاعة، واللي بدهم يتناولوا خارج في الساحة كمان يوجد كاهن هناك، ومن ثم هنا يوزع الكهنة. Thank you.
تزودنا بالهبة المقدسة، فإليك نبتهل يا ربنا، يا من وجهتنا بموت المسيح إلى رجاء الخيرات الأبدية التي نحن بها مؤمنون، كي تحقق آمالنا بقيامته المجيدة. هو الحي المالك أبد الدهور. نشكر قناة نور سات الفضائية على تكرمها لنقل لبث هذه الصلاة من كنيسة العذراء الناصرية، أحد الشعانين. ما ننسى بالنسبة ليوم الجمعة إحضار الورود، لكن منجيب الورد مش حتى نأخده، منخليه للكنيسة. ما ننسى إنه كل اللي شفتوه موجود هون، من خلفه ناس وراء الكواليس اشتغلوا لأيام طويلة حتى يحطوا مادة كبيرة، تعرفوا 3 كتب عنا مع التراتيل وأهل المجرة. منهنيهم شبابنا ونشكرهم على عطائهم. إنما نرجو من الشباب والصبايا أبناء التكنولوجيا إنه يعطونا أسماءهم حتى يكونوا معنا في القدديس، حتى يغطوا كل الاحتفالات والقدديس. أسبوع مقدس أتمناه لكم. الرب معكم بشفاعة والدة الإله، ليبارككم الله الآب والابن والروح القدس. مع العذراء اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله.